غفر الله لكم ثانية. على حب الزهراء ثالثة. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أما أنه سيظهر عليكم زمان من بعدي ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل. هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: يأتي زمان، وكأنه يقصد هذا الزمان الذي نعيشه نحن، يأتي زمان عليكم من بعدي ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر كذب على الله وعلى رسوله، وليس عند أهل ذلك الزمان سلحة أبور من الكتاب. إذا تلي حق تلاوته ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه. شاكو سلحة بايرة الآن موجود بالدنيا؟ يقول الإمام علي: راح يجي زمان أبور سلعة القرآن عند أهل ذاك الزمان، وهي حقيقة، لأن القرآن مو الغاية منا نقرأ به، الغاية منا نطبقه ونستن بسنته وننهج منهجه. ولا شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر. نبذ الكتاب حملته وتناسى حفظته، فالكتاب وأهله، فالكتاب وأهله طريدان منفيان، فالكتاب وأهله في الناس وليس في الناس، الكتاب وأهله مع الناس وليس مع الناس، لأن الباطل والهدى لا يتفقان وإن اجتمعا. وقد اجتمع القوم على الفرقة وافترقوا على الجماعة، كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم، وهي حقيقة. تعال ذولا أصحاب المصالح والطبقة المتجبرة والمتكبرة وأصحاب الكبرياء والذين هم يملكون رأس المال
والرؤوس النووية وما شابه، ذولا يعتبرون وهم أئمة القرآن، مو القرآن إمامه، ملتفت ذولا، نعوذ بالله. فلا يبقى عندهم من القرآن إلا اسمه، ولا يعرفون إلا خطه. هذا كلام أمير المؤمنين يخبر عن ما يأتي في آخر الزمان من الفتن والملاح. يقول: وقد مثلوا بالصالحين كل مثلة، وفسروا كلامهم فري على الله، فسروا كلام، وقتلهم على هذا الأساس. بس ما أرد أعلق، أسألك وجاوبني، ليش قتلوا حجر ابن عدي وذبحوه؟ شو سووا حجر ابن عدي؟ فسروا كلام بالفرية على الله، لأن الموالاة لعلي وحب علي والتمسك بعلي يعتبرونه فرية على الله، مفهوم؟ وهم يملكون القوة والمال والسلاح، وهاي وادمنا. عرفت مولانا؟ ترى هاي بالنفاه تشوفه كذا، والله إذا حمت الطاوة تنقسم ثلاث أقسام. هاي الوادم قسم يقول لك كل اللي ياخذ أمه يصير عبدي، وقسم يقول لك احنا نريد نعيش. ما أدري، أكو ناس شيعة محسوبين على التشيع، والله ما يدرون الزهرة شوكت وفاتها، عرفت ولا؟ ولا يهمه أولاد رايحين بالعالم آخر، ملتفت، خصوصا أصحاب الأطهار إلا القليل، ملتفت يا عزيزي، ما يدرون، ما عندهم علم. باي الأمور، فيعتبرون الولاء التمسك بعلي بن أبي طالب فري عليه، ويجيبونه ويحفرون له حفرة هو وابن حجر بن عدي، يقولون: شوف هاي الحفرة، راح نذبحك ونذبح ابنك ونذبك بيه. قال لهم: ما يخالف، بس ذبحوا ابني قبل. قالوا: ليش؟ قال: أخاف يشوفكم وتمثلون بيه كل مثله، ويخاف تمثلون بيه كل مثله ويخاف ويرتد يرجع لكم يجاملكم. بس خل أطمئن، اذبحوا قبلي وذبوك الحفرة حتى أني أموت مطمئن، ابني مات على ولاية علي ابن أبي طالب، وولاية علي هي ولاية محمد وآل محمد. قلت لك: شوف هاي الوادي، حتى المحسوبين على الأخرة إذا حمت الطاوة كما شفناها وعشناها، صاروا ثلاث أقسام مثل ما قلت لك: قسم يقول ياخذ أمه يصير عبد، وقسم يقول خل احنا ناكل لنا خبزة، وقسم لا، أما يهجر وأما يشرد وأما يقتل وأما يسجن كما حدث وجه. وأكو ناس تمالئ الظالمين يسكتون عنهم، وبعضهم يصيرون سباسرة للظالمين، ونعوذ بالله. صلوا على محمد. قال الإمام علي عليه السلام: ومثلوا بالصالحين كل مثله،
وفسروا كلامهم فرية على الله، افتراء يعني، وجعلوا في الحسنة السيئة، قلبوها الحسنة إذا ما لهم بها مصلحة يسووها سيئة، ملتفت إنه سوى سيئة ويعاقبوا على هذا الموضوع. ولذا قال سلام الله على أمير المؤمنين إن بين يدي الإمام المهدي سلام الله عليه، بين يدي عن قبل جيته سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة ويقرب الماحل. يقول قبل أيام المهدي راح تشوفون الدور للكذابين للمنافقين للسفلة للأنذال أبدا. وهنيئا لمن يتعب. أقرأت كلمة للحسين عليه السلام قال الشريف الذي يتعب قبل أن يوعظ، يكون هو يفهم قبل ما يفهموا، هذا الشريف، ويستيقظ قبل أن يوقظ، يفز قبل ما يقولوا له اقعد، هذا الرجال الشريف. وبعضهم ما أخذتهم سكرة النعيم وفرد حيايل، نعوذ بالله، إن شافوا المتدينين صاروا وراء الدين، وإن شاف الطبقة الغير طبقة صاروا وكذا، وياه يتقلب مثل الحربة، نعوذ بالله. فهذا من أهل النار. أي نعم. وذكر الإمام الصادق عن ما يجري في آخر الزمان من أمور، حتى واحد قال له سيدي ومتى يخرج المهدي؟ يقول له انت وينك وين المهدي؟ ولما لم يكن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين هم اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هنيئا للصابر وثابت. ماذا يهجك إن صبرت لوقعة أطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيع حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع قتلته آل أمية ظمئن إلى جنب شريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلبوا برضيع يا ذنب الطفل شنو لمسوي والله ذنب الطفل شنو لمسوي والله عطشان ما حد ما يسجي
بالنحار للخيم ردبي مذبوح يم الطفل الداخذ انحنت علي أمه الرباب وأخذت تنعار تقل لوح عليك يا ابن من ينوح وياي والوياي بلواي مثل بلواي أنوح عليك مدر نوح وياي بلواي مثل بلواي بلواي ما هنا المصايب ما جرد ما هنا ما هنا ما سمعنا بهالمصايب أنا أمك يا عبد الله انطفت عيني يا ضي هل على دربي جاء الدين سام الصاب وكل ما ذيك ما ذين بإحشاء تقل دايك ما يطيب وداي ابوك النوم او داي اللي يفلش ولا سبع قلوب حسبت حساب وحسابي طلع ما قلو سكلم يتمي ولت الفقد يرجع يا رجوان بعدك بعد ما لولي او عقب حسين عيب اقعد تحضر يا ابن الكربلاء يا ابن حسن لا جي يا ابن ثموم يا ابن ما شربت الماء عسى يا ما يكون انقطع رجل وانك يجري الماي وانت تلوش بلسان والله يا المفطوم يا ابن قبور محانا يا زهرة زمان ونست بدنيا يا ونست الدنيا لشلت راسي نبوك حسين عين وعين تربلي حسبت حساب سالم وامك تربي امك سالمة وترد علي رباي عازر باك يا الغيرك فلالي او هبط يا ابني من امك راس العالي انا صدري فرغ منك والما اتخالي
وهذه شافتك خلت لي الشاب ده أعظم فاجعة جرت بتاريخ الدنيا، فاجعة الطفل الرضيع. الله، لما جاء به الحسين يحمله ووقف بين القوم وصاح: يا قوم، إذا كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار؟ هذا طفل رضيع ما شرب الماء منذ 3 أيام، المنساء قلة المراحم، إذا خفتم أنا أشرب الماء خذوا أنتم أسقوا وأرجعوا إلي. فقال جماعة: اسقوا. جماعة قالوا: لا، اذبحوا. صاح ابن سعد: يا حرملة، اقطع نزاع القوم. قال: فسام. فقال: فتسددت السام في كبد القوس. يقول: وليد ضرب الطفل، وين ضربه؟ ضرب قاتل. يقول: اكو على رقبته منديل. يقول: الريح شال المنديل، فبان لي بياض رقبته كابريق الفضه. يقول: والله رميته بالسام فذبعته من الوريد الى الوريد. بهذا أغضب الله وأغضب رسوله وأغضب كلمة التوحيد وأرضوا الشيطان. الله، وأرضوا الشيطان. كفاني ظنن أن ترى في الحسين شفت عن مروان أضغانها، فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطان. ألا لعنهم الله. يقول: حرملة لما ذبحت الطفل صارت حركة عند الطفل يسولف للمقدار. يقول له: صارت حركة عند الطفل كسرت خاطري. قال له: شنو الحركة؟ قال له: لما ذبحته وأحس بحرارة السغم استخرج يديه من القمار واحتضن والده الحسين واخذ يرفرف قلتين المذبوح. تلقى الحسين دمه بيده ونثره نحو السماء وقال: اللهم خذ حتى ترضى. شال حسين دم الطفل بيت، شال حسين دم الطفل بيت، اش حاله ليش تالي بحضنا؟ أخذ دمه وترس شفه من وريد، ذنب للسبة وللقاع ما. يقول: رجع بي للمخيم، أول من استقبله سكينة شقيقته بتهم.
إذ قل أبويا أشو أخوي الطفل ساكت مات يشرب ماء رفع عنه الغطاء وإذ تراه ذبيحة صكت وجهها ساعة تغطي يا أبويا الطفل علي تغطي أنا مالي قلب يا حسين صدري وشوف ذبيح وما رجلي دلم الطفل شنو مسوي دام النحر للخيم رد بيه والله مذبوح يما الطفل دخذي خل نسوي جولة ويا الرباب قل لي يا جنت بالظلمة تلالي أغبق غدات ظلمة الليالي خذت سلوته وظل تسالي أدوراً على يميني وشمال والله أدوراً على يميني وشمال يا ابني يا عبد الله يا غالي يا غالي أنا بربالك سهرت الليالي حسبتك علي عين والي تلم كبرت وترفج بحالي أنا بس هاي ما كانت ببالي أغز بالماد والمادخل والله أغز بالماد والمادخل أغز بالماد يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيبون والضر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيبون والضر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب والضر إذا دعا ويكشف. اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروب ونفس عن كل مأمور واقض حاجة كل محتاج ويسر أمر كل ذي أمر. أخوان الحاضرين والسامعين تقبل اللهم أعماله وإلى من مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.